حلقه المباراه. مولر، موسيالا، غوريتسكا، الكره ملعوبه من مسافه. موسيالا، كيميتش يستعيد الكره مره اخرى. غنابري، غوريتسكا، ميسي، فرصة هجوم معاكس، يحاول أن يلعب كرة بينية. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. حكيمي، دانيلو بيريرا، تعود الكرة إليهم مرة أخرى. دانيلو بيريرا، ريناتو سانشيز، كيم بيمبي، غيراتي، نيمار، دانيلو بيريرا، كرة طويلة إلى الأمام، ليونيل ميسي. الله على الهدف البي إس جي، ويسجلون الهدف الافتتاحي. الكرة توضع في أفضل مكان. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. هدف مبكر جدا يشعل هذه المباراة. ساني يستعيدها، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. بافار، غنابري يستقبل كرة في وضعية ممتازة. مولر، كرة إلى الأمام، نيمار يحاول تمريرها من بين المدافعين. موسيالا، لكل من انضم إلينا الآن، هدف وحيد هو الذي يصنع الفارق حتى الآن. النتيجة 1-0. يمر ويلعب كرة بينية، يحتسب الحكم ركلة حرة. أظن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. ليروي ساني، يخلص الكرة عن منطقة الخطر. غنابري يلعب كرة عرضية داخل 18، اندفاع من أجل الحصول على الكرة. ريناتو سانشيز، كرة طولية إلى الأمام، ضغط قوي وينجح في استعادتها. بافار، غنابري، تدرج جميل بالكرة لكن بدون فعالية حقيقية. يحصل عليها مولر، ساني، ديفيس، يمر ثم الكرة العرضية. تغيير لاعب على الجناب،
القيم. الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. يبحث عن المهاجم، يلعب كرة بينية، قد تكون هذه فرصته. انفراد مولر، أوه. يا له من تصدي من حارس المرمى، يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى. كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. تشتيت الكرة، هل يمكن ماركو بيراتي؟ ركلة البداية للشوط الثاني من المباراة. يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. كيميتش، مولر يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم مع مبابي. أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى. تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. خلص الكرة، دانيلو بيريرا يلعبها ببراعة مرة أخرى. حارس كبير يثبت أنه حارس كالف. ميسي قام بما هو عليه، مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من إبعاد الخطر. كيميتش، ديفيس، سانيب، ليونيل ميسي، وصلت إليه، دي ليخت، موسيالا، الكرة للأمام، ديفيس يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة بضغط، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. كيم بيمبي يتدخل، يبعد الكرة، تسديدة في اتجاه المرمى. حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن علينا. ديفيس، نعم نعم، حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. توماس مولر، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم إلى خارج المرمى. حكيمي، ماركينوس، نيمار، أوه. تدخل جميل واعتراف أجمل. مافر،
يلعب كرة بينية. موسيالا، كيميتش، غوريتسكا. دانييلو بيريرا، ميسي، غوريتسكا، موسيالا، ساني، ديفيس. ديفيس اندفاع غير عادي من جهة اليسار. والآن وقت إجراء تغيير مع توقف اللعب. ريناتو سانشيز يحاول تمريرها من بين المدافعين. كرة طولية من الحارس ومجهود غير عادي يستعيد به الكرة. يلعبها لمنطقة الخطر، يعدي إلى منطقة الجزاء. ميسي، لمسة بينية يستقبلها في وضعية جيدة. بابي يبعدونها. ريناتو سانشيز يلعب كرة بينية، كرة جب ليونيل ميسي بعيدة تماما عن المرمى. كان يعرف بالتحديد ما يريد قبلها حتى أن تصل الكرة. هذا سهل فرصة كثيرا، فقد توقع الكرة قبل أي مدافع، وهذه كانية نجم بالتأكيد. كينغزلي كومان يحاول أن يلعب كرة بينية. بافار، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. نايمار يسيطر على الكرة، مرت الكرة بشكل جميل، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. حكيمي يعود بالكرة لبابي. بابي في موقع التسلل. كرة طولية من الحارس. شوبو موتينغ يلعبها على اليمين. عدى الكثير من الوقت من الدقائق، ربما الفرصة الأخيرة، هل ينجح في خطف الهدف؟ يحاول تمريرها من بين المدافعين. ليروي سانيم، ها هي صافرة النهاية. بدا التوتر واضح جدا عليهم في نهاية المباراة، بالتأكيد غير راضين عن النتيجة، كانوا يبحثون عن الفوز بعد الأداء الكبير اللي قدموه.